قدمت عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والدينية اللبنانية وحشد من السفراء الأجانب التعازي في الضحايا الذين سقطوا في التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدف السفارة الإيرانية في بيروت. قدمت وفود سياسية ودينية التعازي في السفارة الإيرانية بالضحايا الذين سقطوا في التفجيرين الإرهابيين اللذين ضرب السفارة الإيرانية بلبنان أمس، وكان في استقبال المعزين السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي ومساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل لبنان سريعا وأجرى محادثات مع الرئيس اللبناني. وقد غصت السفارة بالوفود الشعبية والشخصيات السياسية التي حضرت لتقديم التعزية. عمل إرهابي بكامل الأوصاف، عمل مجرم مدان استهدف حياة الناس بالبلد، هو واحد من مظاهر الإرهاب اللي عم يضرب هذه المنطقة كلياتها ولبنان جزء منها. كما قدم عدد من السفراء الأجانب تعزيهم، بينهم السفيرين الروسي والبابوي والسفير الفلسطيني في لبنان وعلماء الدين وممثلون عن الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية. هذه شقق سكنية تأوي أبرياء وأطفال ونساء ورجال وشيوخ، وليست سكنة عسكرية وليست محورا من محاور القتال في أي منطقة من مناطق العالم. هذا يدل بحد ذاته على هذا العقل الإرهابي الإجرامي الذي يريد أن يبدد أحلام اللبنانيين في العيش بحياة حرة وهنيئة وسعيدة وعزيزة وكريمة في هذا اليوم. ودانت عواصم عربية ودولية التفجيرين اللذين استهدف سفارة إيران في بيروت، ودانت الخارجية الكويتية بشدة التفجيرين اللذين استهدف السفارة الإيرانية. وأشار وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجر الله إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن واستقرار لبنان وترويع الآمنين يعد انتهاكا لأحكام شريعتنا السمحة وكل الأديان السماوية وخرقا للتشريعات والقيم الإنسانية، مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وداعيا اللبنانيين إلى تفويت الفرصة على من يتربص بهم شرا. كما دانت المملكة العربية السعودية الهجوم باعتباره من التفجيرات التي وصفتها بالإرهابية الجبانة، مقدمة التعازي لأسر الضحايا والحكومة والشعب اللبناني.